أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، والجو المنعش والكلام الحلو والقعدة دايما تحلق في وجود نقادنا الرياضي الكبير أستاذ حسن المستكاوي. أستاذ حسن، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا إبراهيم. مساء الورد. مساء الفل عليك. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. مبسوط؟ بشكل عام يعني؟ بشكل عام طبعا الحمد لله. أنا دايما راضي. اللهم والله بجد الحمد لله. الرضا ده أحسن حاجة في الدنيا. احسن حاجه في الدنيا بتريح القلب انك تبقى راضي. صحيح، راضي بكل حاجه ونعم بالله. والله يعني عندي مواضيع كتير عايز اتكلم فيها مع حضرتك. قوي قوي. ايه رايك في الساحل؟ ما شفتوش. طيب. علي نازله معويه ومتكوعه في البيت والله العين. طيب خليني اسال. هو انا شكلي جاي من الساحل؟ شكلك جاي من الساحل طازه مسود يعني؟ ايوه في تاني اهو. ماشي، تشرفنا وبتنورنا دايما يا استاذ. الله يخليك. طيب انا دلوقتي عايز اسالك سؤال والله بجد. انا كان الكابتن جاك جريشه. بس انا خلي بالك، انا لو طلعت من الشباك وبصيت بس على ضوء النهار. ايوه بس مر. ايوه في ناس كده. في ناس كده يعني. يعني لو شميت شمس بقى. لا انا عارف اكيد حاجه. طيب. تحطش تان اويل وبتاع. لا انا بس في حاجه وحيده بعملها ان انا بصبغ ابيض. ايوه عشان المزاج يعني. اتفضل. طيب انا عايز اسالك سؤال. كابتن جاك جريشه كان موجود معايا، مش سمعت المداخله؟ لا بس هقول لك ملخصها. ملخصها انه في الكره الاولانيه بتاعت فيوتشر قال لك التسلل ده مش تسلل، الهدف ده صحيح. وقال انه الخط الثاني اللي هو اللي اترسم من فوق لتحت ده المفروض ما يترسمش لان رجلين اللاعب سابقه، ولما يترسم يترسم بره مش جوه. خلاص دي واحده. الثانيه برضو قال عليها في الكره بتاعت الاهلي اللي هي بتاعت معلول، هدف ياسر ابراهيم، وقال برضو اترسمت غلط. بس اللي نجدهم المره دي انه علي معلول كان متسلل متسلل بشويه. طب انا يا استاذ حسن انا عندي سؤال ابدي. احنا لا عارفين نحكم بشكل عام، احنا لا عارفين نحكم ولا عارفين نطبق تقنيه الفار، ولا عارفين نرسم خطوط من تقبل بالعرض، ولا عارفين نرسم خطوط بالطول. طب احنا ايه يعني؟ احنا ايه بقى؟ ايه انت بتسالني انا؟ والله العظيم بجد. انا بهاتي في الموضوع ده من بدايه الدوري. يعني انا جاي مبسوط وبتاع، فيعني خلينا. طب بص حسن، طب احنا ما عايزين ندوس بنزين نطلع لقدام بقى. يعني احنا سالنا، انا كنت في الاذاعه ماشي، وسالنا الكابتن احمد شناوي. كابتن احمد شناوي قال الهدف بتاع فيوتشر تسلل بالخطوط اللي هو من وجهه نظره يعني، والهدف بتاع الاهلي تسلل. طب انا لما يبقوا اتنين حكام كبار لهم وجهات نظر مختلفة وده قانون، انا هقول ايه؟ يعني 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 انا مثلا لما الاقي لعيب بيسيء لحكم والحكم بيتغاضى عن هذه الاساءة انا اقدر اقول رايي، لكن في القانون وتفسير القانون انا ما اقدرش اقول رايي والحكام بتوعنا بيختلفوا. انما طبعا احنا عندنا مشاكل في التطبيقات، الخطوط والتطبيقات اللي بتتعمل. طب لازم نحل، لما يبقى فيه هذه المشاكل لازم نسعى الى حلها، لان مهم جدا ان يعني يبقى فيه اجابات قاطعه فيما يتعلق بتطبيق القانون. انا عارف ان في ايفاب عاملين مجلس اداره قوانين الكره العالميه، يعني عاملين اقتراحات بشان التسلل وشان التعديلات في قانون التسلل. هيخلوا موضوع التسلل مختلف شويه. هي لسه يعني مجرد اقتراحات، لسه لم تنفذ يعني. جزء من الجسم ده مش هيبقى تسلل. لسه. لكن في النهايه القانون لما يبقى وجهات النظر، يعني انا اظن ان القانون لا يجب يكون فيه وجهات نظر. ده بيقول لك ده العنصر البشري الوحيد اللي في الفار، الرسمه دي العنصر البشري الوحيد اللي في الفار. انا باخد كلامي بستقي كلامي عندنا احنا. بس هم بيتقال ان بره بيبقى حاجه اوتوماتيك يعني، حاجه غالبا حاجه تكنولوجيه يعني. فانا ما يعني يعني لا اله الا الله، ما اعرفش يعني، ما حاجه صعبه جدا يعني. ما راي الاستاذ حسن المستكاوي في اداء منتخب مصر الاولمبي في الثلاث لقاءات اللي خاضهم بتعادل وفوزين متتاليين؟ كويس انه يوصل سيمي فاينل، بطوله كبيره. يعني في بعض اللعيبه
ظاهرين بشكل كويس. اذكر منهم محمود صابر وابراهيم عادل. هل ابراهيم عادل فعلا، وانا سالت السؤال ده وسمعت السؤال ده وفكرت فيه، يعني ليه ابراهيم عادل بشكله كده متالق مع المنتخب الاولمبي؟ عشان هو صاحب المسؤوليه هناك بالظبط. لا، وكمان النجم رقم واحد. ايوه، هو رقم واحد اللعيب يعني. لما بيبقى حاسس انه إن هو رقم نجم رقم واحد بيبقى عنده ثقه في نفسه كبيره جدا، فبيبقى كان بيبقى في وسط مجموعه من النجوم، وربما هو يكون النجم رقم اربعه خمسه ومش ستاندنج باستمرار. ده بيخلي التألق يختلف في الحاله بتاعت المنتخب الاولمبي. يعني ابراهيم صحيح متميز جدا مع المنتخب الاولمبي، مصدر خطر حقيقي. يعني الفرقه شكلها كويس مع ميكالي. هقول لك حاجه مش هتصدقها، يعني الماتش الاولاني عجبني جدا الاداء فيه. لا اصدق، انا فاهم ان حاجه اللي هو فيه ضغط وفيه الايقاع السريع، فيه الشراسه الهجوميه، وده كان بشكل جيد يعني. تعالوا نشوف. لكن مش عاجبني خالص الجمله اللي بتتقال وعمالها تتداول. المهم اول حاجه احنا نروح باريس. انا مش عاجبني نطبق نفس المسطره بتاعت اهم حاجه نروح كاس العالم. هنعمل ايه في كاس العالم؟ لا مش كده وبس. كمان انا عايز اللقب. عايز البطوله بتاعت كاس الامم الشباب. مش يعني انا اتخضيت لوهله لما حضرتك قلت عايز اللقب، افتكرت عايز لقب الاولمبياد يعني. لا وليه لا، الميداليه، نعمل ميداليه ليه لا يعني، لو احنا استعدينا كويس وعملنا يعني شغل تمام وبرنامج تحضيري كويس. لكن المدرب يعني عجبني في حاجات عملها مع اللعيبه خصوصا في الماتش الاولاني يعني. صحيح. تعالوا نشوف العنوان اللي اختاره استاذ حسن لهذا اللقاء، الطريق الى باريس، هل هو الهدف فقط؟ الاجابه جت من الاجابه لا. انا شايف كده. ما تحطوش ان الهدف انك تبقى يعني حلو قوي ناخد مركز ثالث في البطوله. لا طبعا. عايز اكسب البطوله. لازم الشراسه دي تبقى موجوده. صح. ولازم الطموح ده يبقى موجود. انا موافق. احنا ليه دايما افكارنا وطموحنا متواضع؟ بتحط لها سقف ليه؟ ما انت حامل لقب اصلا البطوله دي. انت لازم تلعب عشان تاخد البطوله. انا موافق. استاذ حكيم نروح لفاصل واحنا لحقنا فاصل سريع كده. مش فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا معاه سريع. اجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه. احنا لسه مستمرين معاكم في الجمهور الثالثه، وخليني اسال الاستاذ حسن المستكاوي بعد ما اعرض الاستاذ حسن اللي بيحصل في الدوري على صعيد تفادي الهبوط والخناقه والمعركه اللي حاصله تحت، او على صعيد حتى كمان المنافسه. تعالى قولنا الجدول يا شباب من فضلكم. بص معايا كده يا استاذ حسن، سيبك من حرس الحدود، خلاص هو كده هبط ماشي. المحله 32 نقطة ب 32 مباراة. الداخلية 32 أسوان 32 مباراة 33 نقطة، طلع الجيش 33 نقطة، الإسماعيلي 34 نقطة وعنده مباراة بس متأخرة، دي 1 2 3 4 5 هكمل اللي بعده. السيراميكا كليوباترا دي كده 6. البنك الأهلي دي كده 35 نقطة 7. السموحة في المركز العاشر 36. إيه بقى؟ طبعًا الصراع غريب جدا يعني. انا ما شفتش من زمان قوي يعني مسابقه محليه فيها كل الفرق دي معرضه للهبوط. مش ممكن يعني تخيل من العاشر لحد ال 18 هبط، لحد 17، 8 فرق معرضه انها تهبط من واقع المباريات اللي فاضله. دي قوه ولا ده ضعف؟ لا ده ضعف طبعا. ضعف طبعا، عدد الفرق الضعيفه كبير. كبير جدا يعني. وهات الجدول، لو جبت الجدول كمان بقيت كملته يعني. كمل يعني اديني الاولاني كمان الجزء ال ولا اللي قبليه كمان حاجه. لا اللي قبليه اللي قبليه يعني بص، 1 2 3 الفروق 4
الاربعه اللي فوق مع بعضيهم مع بعض، والباقي مرحله ثالثه، مرحله ثانيه، وفي مرحله ثالثه وفروق كبيره. ماشي، يعني انا هنقبل ده، بس الثمانيه كتير قوي في ان هم يبقوا اي واحد من الثمانيه، اي اثنين مع حرس الحدود ممكن جدا يصاب بالهبوط. صحيح، دي طبعا تبقى مشكله الفرق هل تقدر تتوقع مين اللي هيهبط ومين اللي هيقعد ولا لسه صعب؟ صعبه يعني، صعبه قوي يعني، مش يعني لا صعب. وبعدين اللي انا عرفته على ما اعتقد ان الماتشات مش هتتلعب في وقت واحد، هتبقى اوقات مختلفه عشان الفار. ما دام يعني برضو عشان بس يعني يبقى في برضو. في نعم، هو ما ينفعش برضه المفروض يتلعبوا في نفس الوقت. انا اعتقد كده. لا هو اخر جوله، وصححوا لي يا شباب، اعتقد في الدوري الانجليزي اخر لا جوله. اخر ايه؟ مالناش دعوه احنا بالدوري الانجليزي. انا اسف. رايك ايه في اداء الاهلي النهارده مع فيوتشر؟ انا اسالك انا بقى. ممكن اسالك؟ اتفضل. فهم. وانا اللي هجاوب. اتفضل. فهم. انا هسال ماشي. وانا هجاوب. ماشي. هل الاهلي النهارده يعني خرج مهزوما قدام فيوتشر؟ يعني هل رد الفعل ان الاهلي كان حاجه مهزومه يعني؟ لا، انا رايي لا. ما هو رأي حضرتك لا، وانا رايي انه لا. بس رايي وراي حضرتك على جنب، لان جمهور النادي الاهلي زعلان بجد. انا عارف اني زعلان لدرجه ان انا ابتديت الحلقه قلت لهم يا جماعه بجد انتوا زعلانين. يعني طيب، السؤال الثاني وانا هجاوب عليه برضه. يلا. هل حمدي فتحي عشان ما كانش موجود النهارده في هذه المباراه، ما هو مشي خلاص، بس هل عشان هو مش موجود النهارده في هذه المباراه الاهلي تعادل مع فيوتشر؟ انا هجاوب. والله العظيم لا. اسئلتك ذهب. لا انا هجاوب اهو. لا، التعادل ده مش سببه ان حمدي فتحي ما كانش موجود. صح. عشان في ناس هتملها تقول ايه بقى، اصل حمدي فتحي مش موجود. صح، حصل. انا يعني لا، مش بالله صحيح. حضرتك راجل برنس. لسبب بسيط، لسبب بسيط، انه يا جماعه الاهلي لما جاب حمدي فتحي اتحمل حمدي فتحي كتير. الاهلي لما جاب عمرو السوليه اتحمل عمرو السوليه كتير. الاهلي لما جاب عبد الله السعيد قسما بالله الجمهور كان عايز يطلعه من الملعب وهو في طيب بداياته. السؤال الثالث، ثم الناس دلوقتي بتحكم على قندوسي دلوقتي وديانج. يا جماعه اصبروا على قندوسي شويه يعني. ايوه طبعا. استنى بس، ادوله زي ما اخد حمدي. استنى بس، سؤال ثالث. يعني هسال سؤال ثالث. يلا. وانا اللي هجاوب عليه برضه. ماشي. يا ترى هل الروتيشن بتاع مارسيل كولر هو سبب في التعادل بتاع النهارده؟ الاجابه لا. لا. طيب السؤال الرابع. ماشي. هقول لك ثلاث اسماء وقول لي دول اساسيين ولا مش اساسيين في النادي الاهلي. ثانية واحدة. حسين الشحات وكهربا برشيتاو، ده خط الهجوم الاساسي في النادي الاهلي. حصل. في اقوى يعني، في اساسيين اكتر منهم؟ لا. ولا الباقيين يعني النهارده كولر بيلعب بالخط الاساسي؟ حصل. طيب مروان عطيه وديانج اساسيين ولا مش اساسيين؟ اساسيين يا فندم. القندوسي بقى هو المشكله بتاعه الماتش ده؟ لا طبعا. دي الاجابه انا برضو. أيوة. لا، عشان الناس، الجمهور ممكن يشوف الاهلي بس. ايوه حقه، هو بيشجع فرقته وعايز، مش شايف الا فرقته. لكن لما تبقى حضرتك محلل، عيب قوي انك تبقى مش شايف فيوتشر بيلعب ازاي. عيب جدا. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم فايق. سلم عليك والله العظيم. والله والله العظيم انت راجل محترم يا استاذ حبيبي. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم فايق، ما نفسي الناس تفهم انه في فرق بتلعب الفرق الثانيه يا جماعه. يعني ما هو يعني مصروف عليها وعندهم طيب. مدرب محترم وعندهم طبعًا 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 محللين طبعًا اداء وعندهم طبعًا طريقه لعب. السؤال الخامس بقى. ها؟ ايه رايك في اللي قاله مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي؟ موافقه مليار في الميه. صور بقى. انا هديله 9 من 10. على المؤتمر الصحفي. 9 من 10 على المؤتمر. مش على الماتش. والله. لان قال 5 حاجات انا موافق عليها 100%. اي حد منطقي هيبقى شايف ان كلامه صح. يعني
عشان بس ايه ما نكبرش المسائل. لازم نشوف الفرقه الثانيه لعبت ازاي. النهارده علي ماهر كولر بقى قال حاجه مهمه جدا، قال احنا ابتدينا الماتش مش كويسين. عنده حق. الربع ساعه الاولى ولا هاني ولا معلول عدوا نص الملعب. ايوه. ابتدى الاهلي يعمل الزياده العدديه الهجوميه بعد ربع ساعه. حصل. ده كان غلط، مش الاهلي ما بيعملش كده. الاهلي في كل مبارياته القديمه والجديده اول 10 دقايق بيبقى ضاغط نار. نار. لا في مشكله بقى هنا. لعبت نادي الاهلي انا اظني بقى، عشان سيبك بقى من التصريحات التلفزيونيه وفي البرامج وبتاع. عندها احساس داخلي الماتش الدوري خلاص خلص. ده نمره واحد. عشان كده الاداء ما فيش فيه الشراسه اللي بيبتدي بيها الاهلي كل مبارياته. ده نمره واحد. نمره اتنين، الراجل قال انت بتلعب ماتش كل ثلاث ايام، فانت ذهنيا مجهد، ذهنيا اللعيبه مجهده. عنده حق. بس طبعا حضرتك او يعني اداره الكوره وكل الانديه موافقين على كده. هتلعبوا في افريقيا هيبقى ليكم ماتشات متاجله، هتيجوا تعوضوا هذه الماتشات. ده واضح يعني. حصل. قندوسي مش هو المشكله، وهو اتكلم على قندوسي بالتحديد في المؤتمر الصحفي يعني، وقال يعني ما هوش هو السبب يعني. وعلمك بقى القندوسي ليه كام تاتش في الماتش انا عجبوني، بتقول ان عنده مهاره، عنده سرعه، سرعه قرار وسرعه تصرف يعني. ف علي ماهر لعب دافع بطريقه اكتر طريقه تتعب النادي الاهلي. واحنا انا والله اتكلمت عن الموضوع ده كتير جدا. عايز تتعب النادي الاهلي تقفل. لا مش تقفل. بس مش كلمه تقفل بس. دافع في ال 18 وقدام ال 18 بمترين، وخلي المسافة ما بين حارس المرمى اللي هو جنش مثلا وخط الظهر 3 متر. الأهلي مش هيقدر يعمل السر بتاعه اللي هو التمرينات البينية في العمق. عشان كده في الشوط الثاني اعتمد أكتر على الكروسات، على الكرات. والكروسات بتأكدت مرة أخرى أن الأهلي ما فيش عنده راس حربة. لا ما الأهلي في الكروسات مش ما فيش عنده راس حربة، ما فيش عنده حد بيهدر يعني. سيبك بقى ان عبد المنعم جاب جون مش عارف فين. أيوة. لا الكرات الثابته والاهداف اللي بتيجي يعني منها من المدافعين مش ده مش ده. الاهلي في اشد الحاجه الى راس حربه قوي يطلع لو ممسوك يطلع بالمدافع يعرف يضرب بالراس قوي بدنيا، ما مش اي التحام يقع. ده الاهلي محتاجه، عشان لما يبقى فيه كرات عرضيه لازم يبقى يقدر يستفيد بهذه الكرات العرضيه. النهارده ما قدرش يستفيد بكل الكرات العرضيه اللي اتعملت. مستمتع قوي بالفقره دي يا سلام. اقسم بالله مستمتع قوي بالفقره دي. ده العنوان، فيوتشر فاز بنقطه من الاهلي. لان علي ماهر ذكي. هو لو فتح جيم يعني، هو ما يلعبش كده مع فرق تانية، لكن يجي يلعب مع الاهلي لازم يبقى حريص جدا انه لو فتح جيم مع الاهلي هيخسر. وهو عنده سباق داخله، في ناس مش حاسه بيه، داخل سباق مع الزمالك. لان الثالث على الزمالك في الدوري المصري في فيوتشر انا هو بيعتبره يعني مركز طبعا، وانتصار مهم جدا بالنسبه له. استاذ حكم نروح لفاصل. اتفضل. وبعد الفاصل التقييمات المنتظره مع الاستاذ حسن المستكاوي، فخليكم معانا. طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. وصلنا لفقره التقييمات. استاذ حسن يعني قبل فقره عجبتني جدا جدا فقره الاسئله اللي فاتت دي، حضرتك تسال وحضرتك برضو تجاوب وحضرتك لا انا موجود بس إيه؟ حضرتك ضمن الديكور. ضمن الديكور. حضرتك تسالني وحضرتك تجاوب. حاضر. ايه رايك؟ حاضر. ونخصص عدد خمس اسئله، حضرتك تساله وتقول وانا هسال بقى وانا جاوب. اتفقنا؟ من عيني دي ومن عيني دي. تعال نروح للتقييمات، والبدايه مع فيوتشر صاحب الارض. جنش. جنش 8.5. ماشي. علي الفيل 8. ماشي.
عمر كمال عبد الواحد 8 ماتش كويس بصراحه. مهند لاشين 8 كله تمانيات. ناصر منسي ناصر ماهر 5 نقيت عليهم. ما تبقاش متسرع. انت متسرع قوي. ما تسرع انت قوي. ماشي. احمد رفعت 3. ده انا اتسرعت قوي قوي قوي. انا يعني وفي اسباب في اسباب لثلاثة ولا؟ لا في اسباب كمان للفرق يعني في 6 دي المجموعة الدفاعية. الدفاعية اللي شالوا العبء الدفاعي المنظم جدا اللي اتعمل في المباراة، فدول ليهم درجة عالية يعني. ماشي. أحمد عاطف. أحمد عاطف. أيوه. 5. 5. ماشي. علي ماهر، كابتن علي ماهر مدير فني. 8. 8. نروح للأهلي. محمد الشناوي. لم يختبر. ايه؟ طبعا. وفي كرة راحت له؟ مش هنديله حاجة خالص؟ يعني افتعل فرصة مثلا؟ لا لم يختبر يبقى ياخد 10 من 10. لا ازاي يعني؟ واحد بيتشمس في الجون. حظك بقى الشناوي. انت بتعمل ايه؟ اكبر دافعين جامدين هنعمل لك ايه؟ علي معلول. 8. ماشي. عبد المنعم. 6.5. ياسر ابراهيم. 7. محمد هاني. 7.5. خايف اقول ان احنا بنطلع بالارقام ننزل تاني. مروان عطيه. ما تستعجلش. مروان عطيه. 6.5. نزلنا تاني كان عندي احساس. اليو ديانج. 7. قندوسي. 6. كهربا. 3. حاجة عايز تقول لي ايه ولا؟ اصل هتدي رقم يعني قليل يستدعي ان انا اسال. فرص قليلة جدا وضاعت. تصرف وقرارات في الصندوق غلط. التحامات يقع. مفيش تهديد حقيقي منه يعني. فرصة ضربة راس يعني المفروض انها تبقى فرصة حقيقية بتهديف في ماتش زي ده فوق العارضة بكتير يعني. طب انا يعني انا اعمل ايه يعني؟ لا خلاص فهمت الشيطان. هنعمل ايه اكتر؟ اللي بعده حسين الشحات. 5. ده حسين الشحات 5 نصهم تحركات. ماشي. نص الخمسة تحرك يعني. ماشي. بيرسي تاو. 7. بعده قفشه. 5.5. 5.5. ماشي. اللي بعده طاهر. ما بلاش بقى. طاهر 2. ما بلاش دي حسيت ان جاي بعديها 0. انا عايز بس طاهر يهدى شويه. ما تبقاش كل مستعجل يعني. مش ريلاكس في الملعب. مش مستمتع بالكوره. زي ما يكون بيتخانق يعني. وبعدين واضح ان هو عايز يعمل حاجه ومش قادر يعملها، فعشان كده بيبقى رد فعله حتى كمان بيبقى يعني زعلان جدا، ان حتى الميس باس بيبقى زعلان قوي عليها يعني. بعده كريستو. كريستو استنى بقى عشان دقيقة واحدة. 5. 5. وأخيرا أنا اديته 9 من 10 عشان المؤتمر الصحفي، عشان أنا عايز المدرب بحب قوي المدرب اللي يبقى يعني يقول لي الماتش بمنتهى البساطة وبوضوح. هو قال الماتش. استاذ حسن عباشكو حضرتك شكرا جزيلا، حضرتك شرفتنا ونورتنا كالعادة.
اشكرك يا ابراهيم، شكرا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ونشوفك ان شاء الله باذن الله الاسبوع ان شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر فريق العمل بالكامل. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير، سلام عليكم.